بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. حلقه جديده وتغطيه خاصه لمباراه مصر وتونس اللي انتهت بفوز تونس 1-0 بهدف فخر الدين بن يوسف. مبروك طبعا لكل الشعب التونسي، هارد لك للشعب المصري. واحد النهارده يعني شويه حزين بعد المباراه، لكن ببارك طبعا لزميلي هيثم. مبروك يا هيثم النهارده، بارك فيك كريم. فوز وشكرا ليك، فوز واداء. فوز واداء. مبروك كابتن حاتم، مبروك الفوز المنتخب التونسي بست نقاط، واقول هارد لك بقى الكابتن وليد. هارد لك للمنتخب المصري، لكن مبروك كابتن هيثم، الله يخليك. مبروك كابتن حاتم، ومبروك لكل التوانسه، واداء رائع. يعني مبروك لمستر جورج ليكنز، اداء رائع واداره فنيه اكثر من رائعه. مبروك كل الجهاز الفني واللاعبين، ادوا اداء قوي جدا، بيلعبوا باقل مجهود، بيوصلوا لمرمى منتخب مصر، قدروا يلعبوا على مفاتيح منتخب مصر يقفلوها كويس، وقدروا يلعبوا على نقط ضعف المنتخب المصري الواضحه جدا المتمثله في قلب الملعب. اي حد عايز يجيب جون في منتخب مصر، يا اما هو يجري من غير كوره، يا اما يجري بالكوره. في كل الاحوال مبروك. هنتكلم عن مشاكل المنتخب المصري، لكن عايز هيثم بصراحه النهارده وفرحه الشعب التونسي أكيد وفرحتك وفرحه كابتن حاتم، لازم تتكلم عن المنتخب التونسي وتقول أكيد. يعني ثلاث نقاط، لانه ثلاثه نقاط مهمين. صحيح حاتم، وذا ميلاد جديد ان شاء الله للمنتخب الوطني التونسي. هكا بين قوسين عوده البرامج الرياضيه على قناه حنا بعد كان طالع خير على المنتخب الوطني التونسي. ثلاثه نقاط مهمين ومهمين جدا للمنتخب الوطني التونسي. سته نقاط صحبه المنتخب السنغالي اللي كان فاز اليوم في بوتسوانا 2-0، يتقاسم المركز الاول. اكيد مبروك للشعب التونسي، مبروك لكره القدم التونسيه، انتصار عن جدار المنتخب الوطني التونسي. لو لم يكن الحكم بكاري قاسما لكانت النتيجه اثقل مع الاشقاء المصريين. اكيد حظ سعيد للمنتخب المصري اللي صراحه قاهر القاره السمراء. المنتخب المصري 7 بطولات افريقيه، اكيد وقت تفوز على المنتخب المصري في القاهره هذا ماهوش بالامر السهل وماهوش بالامر اللين. فبرافو لمنتخب تونس، فبرافو لنجوم قرطاج. حاتم، يظهر لي منتخبنا اليوم، ولادنا اليوم شرفوا فخر الدين بن يوسف. اليوم كان فخر لتونس في صاد في القاهره بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد ان اليوم منتخب التونسي معناها حضر مباراته كما يجب. المدرب اليوم اظهر حقيقه معناها انه من مدربين الكبار، خاصه انه كان لاحظوا من المباريات الوديه انه نسق الفريق يتطور من مباراه الى اخرى. ثم لاحظناه في مباراة بوتسوانا أنه مباراة على ميداننا في تونس كان الفريق حب يفرض أسلوبه. صحيح أنه ما وصلناش إلى مستوى عالي في مباراة بوتسوانا، لكن تشعر أنه الفريق هنالك فكر داخل الميدان، وهذا اللي تكلمنا عليه في البارح وتكلمنا عليه حتى في تونس. مباراة مصر مغايرة، وهذا اللي لاحظناه أنه نلعب أمام فريق اليوم خارج من هزيمة يبحث عن رد في على ميدان وامام جماهيره اكيد، وكذلك انه يعلم انه في صوره تسجيل هدف للمنتخب المصري سيربك الفريق المصري، ويدخلوا يدخل المدرب والفريق واللاعبين داخل الميدان في حاله معناها سيئه جدا، خاصه نعرف ردت الجماهير كانت سلبيه بعد الهدف، وهذا ما لعب عليه المدرب. بالنسبه للساده المشاهدين اللي كانوا تابعوا المباراه على الصوتيه الثانيه اللي كان فما المعلق المصري، راهو صراحه ما كان فما حد شيء في وسط الميدان، فقط كانت جماهير ردت فعل ضد المنتخب المصري وعادية، ما كانوش راضين على نتيجة المباراة، ما كان فما حتى شيء، والناس كل خرجت مع لاعبي المنتخب الوطني التونسي في حجرات الملابس وتصافحوا بعضهم مع اللاعبين، كانت المناوشات في وسط أرضية الميدان، لكن والحمد لله لا بأس معنا حتى نطمنوا السادة المشاهدين، لأنه صراحة جات برشا تعليقات خاصة على المعلق في الصوت المصري ماذا يحدث. الحمد لله كان تأمين ممتاز، وهنا برافو لمصر اللي فشلت في الفوز بالمباراة، لكن تنظيميا وفي حماية المنتخب الوطني التونسي كان يعطيهم صح، وما نجم نقولوا كان ان شاء الله نرجع كابتن هيثم. الجمهور ما قلبش غير في الاخر خالص، بعد لما حس ان خلاص الاداء كمان الاداء يعني ضد المنتخب المصري ما كانش غير مرضي. يعني حتى لما دخل الهدف الاول في مرمى مصر في الدقيقه 14 الجمهور ساند المنتخب المصري. كابتن وليد، وانت تتكلم هذه الصور الحصريه اللي قالت حنا باع الخروج لاعبي المنتخب الوطني التونسي قبل المباراه، زميلنا مراد الترابلسي كان حاضر بالرغم من التجديد الامني الكبير، وحتى الاطار والجهاز الاداري والفني للمنتخب كانوا رفضوا. نشير معنا الى حاجه، لابد ان جماهيرنا تتحلى
الروح الرياضيه مهما كانت النتيجه. صح. صح. اليوم المنتخب المصري لا ننسى انه المنتخب المصري من 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 المنتخبات العريقه والمنتخبات اللي عندها طابعها في افريقيا، وفوزها بكؤوس افريقيه يدل على ذلك. ثم لابد ان لكل جواد كبوه، هذه حاجه عاديه انه فريق يمر المنتخب طولت شويه كبوه. وحتى احنا في تونس كذلك عندنا مده ما فرحناش، وعندنا مده الفريق ما تالقش، وعندنا مده ما صنعناش لاعبين من طراز عالي، ولابد ان نتحمل الفتره اللي نمر بها فترات سيئه. اليوم المنتخب البرازيلي خسر سبعة اهداف لصفر، لو كان احنا منتخبنا او منتخب المصري لكان قلبت. لكن الفوز اليوم لكن الفوز اليوم صراحه باسم المنتخب الوطني التونسي كان اداء ونتيجه ما حسيناش ولا لحظه. متوقع يا هيثم، متوقع، لانه نعرف ان المنتخب المصري لما باش يغير طريقه اللعب من خمسه ثلاثه في الى اربعه، نعرف انه ثقل الدفاع المصري، وهذا بالتجربه مع الفرق المصريه حتى في احسن فترات الكره المصريه دائما عنده ثقل. اليوم يمكن المدافعين أسوأ، صحيح، لكن دائما موجود الثقل واستغل الفريق. قلت تحضير المباراه كان جيد، لانه لعب على افتكاك الكره في وسط الميدان، واللعب لمسه واحده خلف المدرب، ثم المهاجم كان يوسف المساكني وليس فخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف كان على الجهه اليسرى، لانه فخر الدين بن يوسف قادر على العوده للمسانده في الدفاع، لانه يوسف المساكني نعرفوه انه لاعب مهاري لكن يمكن بدنيا غير جاهز للعوده على تيله المباراة كاملة. انا اعتقد انه الفريق تحضير، ما ننساوش الدور الممتاز لحسين الراقد في افتكاك الكرة، ما ننساوش كذلك فرجاني ساسي يعني نتكلم عليهم بالاسم، لكن ترك رامي البدوي على الجهة اليمنى، فهذا يضع ثلاثي ثابت في الخلف، رامي البدوي مع صيام بن يوسف مع بلال المحسني، ثلاثي ثابت طلوع الا علي معلول. هنا التركيز انه المدرب كان يريد ان يضع جهه واحده هي اللي تكون تساند الهجوم، والجهه اليمنى تكون هي تثبت الدفاع، لانه يعني محمد صلاح لاعب تشيلسي يلعب على الجهة محمد صلاح. واكيد انه اربك المنتخب المصري، خاصه أن المنتخب التونسي كان وضع مناطق لافتكاك الكره في وسط الميدان. صحيح ما كانش المنتخب التونسي في مستوى عالي، لكن تكتيكيا نجح في امتصاص ضغط المنتخب المصري، ثم توفق في التسجيل وكان قادر ان يسجل اكثر من هدف. طيب هيثم، عايز بس اسال كابتن وليد عشان جماهيرنا المصريه برضو بالنسبه لمنتخب مصر والمشاكل اللي احنا واجهناها النهارده، يعني النهارده في اكثر من انفراد للمنتخب التونسي، في واحده اللي جت في القائم، في يعني من وجهه نظري انا شايف في ضربه او ضربتين جزاء مستحقين للمنتخب التونسي، حكم بصراحه ما حسبهمش الاثنين، لكن الحكم كان ممتاز لو تلت المباراه الا في زوز ضربات جزاء، ما دي حاجات مؤثره. صح، اكيد خلص المباراه عشان نبقى محقين كده وحش، عشان نبقى محقين يعني وحش. ليه؟ هو يعني ربنا سترها معاه انها ما اثرتش في نتيجه المباراه، لكن على مستوى التقييم لا، الحكم وحش. في اكتر من لاعب المفروض يتم طرده، اولهم اوكا كان مره ثانيه الورقه اللي صفر، واضح احمد فتحي عصبيه غير طبيعيه، ضربتين جزاء مستحقين. لو كان المنتخب المصري قدر يتعادل كان هيبقى ده ظلم من المنتخب التونسي، دي حقيقه. عايز اقول لك احنا عندنا مشاكل كتير، يعني انا بس يعني مش هختلف مع الكابتن حاتم، بس هعدل حاجه، مش مهم الطريقه، المهم الافراد اللي بيلعبوا الطريقه. ما انت النهارده لعبت بخمسه وبتخسر، ولعبت بسته وخسرت، ولعبت باربعه وخسرت، ولعبت باثنين. طب الطريقه ايه يا كابتن؟ يعني شكل منتخب مصر جوه الملعب، احنا بنهاجم ازاي وبندافع ازاي؟ المشكله مش في الطريقه يا كابتن كريم، يعني مفيش هويه للمنتخب المصري. لا، خلينا نبقى صراحه مع الناس، المشكله مش في الطريقه، المشكله ان في عدد من الافراد اللي ابتدوا المباراه او اللي نزلوا لا يستحقوا انه يرتدوا تيشيرت منتخب مصر. ده للامانه، ده في افراد، انا مش هجيب اسامي، بس في لعيبه معينه ما تلعبش في نادي، مش ما تلعبش في منتخب. ده مبادئ الكوره، مش قادرين يعملوها. انا عندك احسن في مصر. طبعا، بس هي ما هي دي، احنا نرجع لمساله اكيد كابتن وليد اتكلم على محور الدفاع اللي هو كان نقطه الضعف الواضحه. هنرجع لمساله الاختيارات، انت لما بتختار اللعيبه، وقلنا امبارح الكلام ده، انا بلعب بالاوراق اللي معايا النهارده. صح. كان النادي الاهلي او منتخب مصر بيلعب بخمسه، عشان تاني كان عندي هاني سعيد، كان عندي محمود فتح الله، كان عندي وائل جمعه، كان عندي من الافراد في النادي الاهلي، كان عندي عماد النحاس، ناس بتبتدي هجمه. انت النهارده اللعيبه بتستخبى،
يعني تحديدا الله يكون في عونهم، يعني مش عايزين نظلم حد، بس في عدد من اللعيبه خايفه جدا جدا تستلم الكوره. فالنهارده في لا اخطاء كبيره جدا طبعا يلام عليها الكابتن شوقي غريب مليون في الميه، لان دي اختياراته وهو الراجل قال انا بتحمل المسؤوليه وانا اللي مختار اللعيبه وانا اللي مختار الطريقه. فالنهارده ايه هي الاختيارات كابتن؟ ايه هي الاختيارات اللي كان كابتن شوقي غريب اخطا فيها في خاصه بالنسبه للمنتخب المصري؟ هو بيلعب النهارده مثلا، هو اختار يلعب بطريقه خمسة مباراه السنغال تمام، فلاعب اوكا ولاعب شوقي السعيد ولاعب علي غزال، دخل فينا جونين من العمق، ده خطا يسال عنه المدرب. انت بتختار اللعيبه عندها امكانيات تلعب بطريقه خمسة ولا لا؟ لا ما عندهاش. طب مرنتها وحفظتها تلعب ازاي بطريقه خمسة؟ ما حصلش. اليوم لعب بطريقه النهارده لعب بطريقه أربعة. حفظتهم يلعبوها ازاي؟ طب انت شفت، انت اتفرجنا احنا الاربعه مع بعض، شفت تجانس بين اوكا وبين علي غزال؟ ايه لا انا اتكلم هل عندك لاعبين، معنى اسامي مثلا لاعبين اللي تنشط في الدوري المصري او خارج البطوله المصريه قادرين على اللعب بخمسه او باربعه؟ ومين معنى مين؟ معنى لو تعطينا اسامي. انا ما بحبش برضو ايه بعد يعني، هو دلوقتي مدبوح فانا ما بحبش، بس انا وجهه نظر اكيد متقيمك يعني، انا عندي وجهه نظر طالما انا بغير في الفرقه اغير بقى، ما العبش بلعيبه كبار في السن. يعني النهارده احمد سعيد اوكا، النهارده احمد سعيد اوكا مقرب من 30 وانا بحدث فرقه، لا انا عندي بقى سعد الدين سمير ده سرد باك النادي الاهلي بيلعب على طول، عندي في ياسر ابراهيم، عندي اسلام جمال، عندي لا عندي عدد من اللعيبه اللي يقدروا يلعبوا اربعه، في علي جبر كمان لاعب في علي جبر كمان لاعب نادي الاتحاد، وكل دول بيلعبوا اربعه على فكره في الدوري. يعني كل اللي انا بذكر اسمائهم، فانت لو عايز تحدث تحدث بقى بالمره. النهارده لا في مشاكل كتير جدا، حاتم ما تراش اللي معناها الاخلالات هذه اللي قاعد تحدث عليها كابتن وليد وكانها تنقص من الحنكه والدهاء نتاع المنتخب الوطني التونسي، ما تراش اللي جورج ليكيرز عرف شنو يعمل مع المنتخب المصري في كهرباء بات، ما تعرف كيفاش يوقف المنتخب المصري؟ طبعا هذا اكيد مع كل احترامنا معناها الافضل فترات الكره المصريه هم لم كانوا يلعبوا بثلاثه، معناها يلعبوا بخمسه، معناها خمسه عندهم اظهره تكون دائما يصعدوا للامام والثلاثي في الخلف. وحتى النادي الاهلي لو نرجع النادي الاهلي وين غير باربعه، النادي الاهلي تكبد خساره، النادي الاهلي بعد على افريقيا بعد حتى على الانتصارات. وين العب؟ لا الترجي لا معنى نحكي لك انا اتكلم وكسبنا ثلاثة وكنا نقدر نكسب خمسة وستة، لا مش احنا لما نتكلم لا لحظة انا لحظة وبعدين انا الدفاع المصري حتى في قوة المنتخب المصري وفي قوة النادي الأهلي لما نتكلم على وائل جمعة نتكلم الدفاع ليس فيش سرعة، معناها فيش سرعة، معناها اللاعبين عندهم حنكة عندهم الخبرة لكن احنا نقوله ثقال معناها في الخلف. كابتن حاتم ده التشكيل اللي احنا قلناه بالظبط امبارح يا كابتن وليد، يعني انا قلت التشكيل ده امبارح بالظبط ما عدا احمد سعيد اوكا، كنت متخيل ان احمد حجازي هيكون موجود النهارده، هو ده الوحيد اللي انا اختلفت فيه. انا العب باحمد حجازي وشوقي السعيد ما العبش، يعني العب باثنين برضو، انا شايف ان غزال مع اوكا مش يعني مش متوافق. لكن احنا ولو نتكلم حتى على المنتخب التونسي ليس في افضل حالته، والمدرب يبحث عن التشكيل ويبحث على 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 الفريق، والمدرب اتكلم في تصريح قال انا اريد فريق للمستقبل يكون فريق حتى كان صرح قال صعيب كيفاش ترشحوا لكاس افريقيا في المنتخب، وهذا في حد ذاته احنا نشوفه. ثم استقطاب لاعبين جدد معنا بالنسبه للمنتخب، ثم الابعاد بعض اللاعبين، هنالك تغيير في المنتخب، ثم فكر هذا المهم بالنسبه لي. انه انا لما انا نشوف انه المنتخب المصري ليس هنالك فكر، وهذا الخطير ده اللي انا بتكلم فيه، هذا اللي كنت بقول لك ليس الاشكال في الهزيمه او في التشكيل، انه لما نشوف ان الظهير الايمن او الظهير الايسر بالنسبه للمنتخب المصري انه يقطع بالكره 40 و50 متر، هذا لا يعني انه هو لاعب ممتاز، هذا يعني انه ليس هنالك حلول بالضبط، خطوط بعيدة عن بعضها. المفروض أنه الملاحظ معنا في المنتخب التونسي الفكر الجديد موجود واضح، وهذا ما يبشر بخير بالنسبة للمستقبل. احنا لابد أن الفرحة تكون بحدود لأنه لم نتأهل إلى حد الآن للكأس أفريقيا، وعندنا مقابلة نعتبر أن مباراة مع السنغال ماتشين ورا بعض هي اختبار جدي بالنسبة للمنتخب وعلى جاهزية هذا الفريق وعلى جاهزية وكيفية التعامل بالنسبة للمدرب مع الفرق اللي تفوتنا نوعا ما، لأنه نعرف المنتخب السنغالي منتخب جديد متجدد وأنه فريق ممتاز، انتصر على المنتخب المصري، انتصر اليوم على المنتخب بوتسوانا، فأكيد لابد، وأنا أعتقد في كل حالات أن المنتخب المصري قادر على العودة لسه يعني قادر أكيد قادر على العودة لأن مباراة
في 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 اي فريق لو انتصار تونس او انتصار السنغال على تونس وانتصار مصر فهذا يعيد الاوراق من اول وجديد مهما كان. دايما احنا ما بنتكلمش على النتائج، احنا بنتكلم على الاداء بالظبط. ده اللي انا اقصده، هو ده التحضير اللي انا اقصده. انت النهارده زي ما الكابتن حاتم بيقول، انت محمد عبد الشافي بيجري بالكوره 30 40 متر، ما هو انت مختار لعيبه عشان تتكتك بيها ايه او تحضر بيها تكتك عامل ازاي. هي دي النقطه النهارده منتخب مصر، وعشان كده التغييرات تحس ان يعني كابتن شوقي حتى في نزول اللعيبه اللي متغيره يعني انزلوا بقى وربنا يسهل، يعني في نفس الإطار مش موجود في نفس الإطار، شيكابالا مش موجود مع الفرقه، تحس ان هو ايه يلا احنا وحظنا في نفس الإطار. التغيير بتاع حسام الخالي تقريبا في 35 دقيقة لعب تغير حتى نفسانيا هزيت بقية العناصر، وكأنك أنت قمت بخطأ من الأول في تشريك حسام غالي وتحب تتصلح وتحب ترجع في أسرع وقت، ما تراش اللي وكأنه فيه قلة حنكة أو قلة فتنة من مدرب المنتخب المصري. هو سؤال مهم، بس دايما نقول إن إحنا مش على طول نبقى ضد المدرب أو نذبح المدرب. بمعنى أنا هقول لك رأيك بمعنى إيه. أنا وجهة نظري الشخصية، أنا كمدرب وأنا برضو دربت فترة، اللاعب هو اللي بيديك المردود اللي انت على اساسه تشوف هو هيعمل ايه. النهارده 37 دقيقه حسام غالي مش موجود في الملعب، يعني حتى انا والكابتن كريم عمال اقول له ايه هيفوق هيفوق. طب يعني كل الخطأ هيفوق في الاختيار من الاول برضو. لا برضو تاني اللاعب هو اللي بيديك مردود. النهارده انا بختار كحسام غالي لعيب كبير، لعيب قائد المنتخب الوطني ولعيب كبير ولعيب المفروض ان هو عنده من الخبره انه لما يبصي بصه غلط يبقى الثانيه بعديها صح، يبقى انا ابتدي افوق نفسي. لكن حسام غالي خلال 37 دقيقه هو ما اداش اي مردود ان هو هيتحسن. فعلى هذا الاساس يعني انا شخصيا بتفق مع الكابتن شوقي في التغييره دي. وعلى فكره حسني نزل على الاقل عنده روح، عنده روح وعنده قلبه صح. وعمل برضو شويه في نص الملعب، لكن وجود النني ما بيحضرش وما ما بيلعبش على قدام. نفس الوضع عصبيه احمد فتحي مبالغ فيها قوي صح. مع عدم وجود كامل لخالد قمر. خالد قمر النهارده وليد انت كنت لاعب وتعرف انه لما الفريق فما حاتم اكيد نمشيو فاصل شهري اكيد هذا من الضروري، لكن سنعود ان شاء الله وسنعود ان شاء الله باش يكونوا في ربط مباشر مع نزله المنتخب الوطني التونسي. بين قوسين كنت كلمت قيس رقاز قال لي صعيب وما صعيب وما نعرفش علاش تونس فايزه، من المفروض كانوا خلي على الاقل الشعب التونسي يتنفس شويه، على الاقل خلينا نفرحوا شويه بتونس ان شاء الله يسهلوا الامور هذه. واكيد ثقتنا كبيره في سواديع الجري وكل الاطار الاداري للمنتخب الوطني التونسي باش يسهلوا الماموريه هذه. فاصل شهري ثم نرجع اكيد نحكيوا برشا كواليس اخرى بعد مباراه، خاصه فوز المنتخب الوطني التونسي على مصر في مصر بالذات.